باب آخر لكن راو تخوضوا فيه هو النداء من أجل تونس، لأن احنا نداء من أجل تونس احنا كونناه لأغراض وأهداف معينة، ولكن هذا الحزب يعني أو الحركة يعني كبرت فيها. علاش؟ مع أن أنا شعب تلقاها بإيجابية ووضع ثقته فيها، بنينا في 11 من مناضلة ومناضل وتوا معناها ماشيين في المئة، 100,000 معناها مش 100 عنصر، ولهذا الحزب كبر وفي هيكلته طرق العمل داخله ومعاملة الغير ليه، ونحن أصبحنا اليوم مستهدفين، حزبنا مستهدف، مستهدف يعني باستهداف ممنهج من جهات عديدة متعددة، يعني أقولها بكل أسف أيضا من طرف أحزاب كنا نظنوها صديقة، لكن على كل حال احنا ما نجمدوش صداقتنا بسهولة بالرغم من الأخطاء اللي قد نلوموا فيها على غيرنا، لكن احنا مواصلين العمل، ومشكل من نداء تونس كحزب حتى القيادة نتاعو أيضا معناها مستهدفة، أنا وحدي أنا مانيش وحدي ثم غيري في القيادة زادوا مستهدفين، لكن أنا أعرفه مستهدف بالموت بالقتل، شو اللي عملت بالله ما نعرف، كون حزب وعملنا والحزب هذا يكبر يعني، والاستهداف راهو من قبل حتى ما اعلنا على الحزب. انا اول نهار يعني عملت اجتماع واجتماع في المستير وكل بعض منكم حضر فيه صنعاوني حضرت وقيل 10,000، انا مش مسؤوليتي هذه معناها، وصار لي كراوه فيها 8,000 وذا بيه فما قدها قعد البر اللي من غدوها قد نهار 25 مارس احنا مشينا اجتماع مارس في بلدنا باش نحتفلوا بعيد الاستقلال اخرنا شويه كان 20 مارس ما عملناها نهار 24 وذا بيه ثم شكون معناها مسؤول الدرجه الاولى المساعد تقريبا الاول لوزير الشؤون الدينيه يعني جاء في شارع الحبيب وجيزه في البطحه هذيك اللي بدلت تواريخها برشا مرات، كان بطحه الاستقلال بعد ولا بطحه 7 نوفمبر بطحه افريقيا ما عرفش توا شنو الاسم اللي خلاها، يعني تحت الشباك نتاع وزاره الداخليه وجمع عليا في جمع من الملتحين يعني حاضرين الموت للسبسي، والاخرين يقولوا الله اكبر الموت للسبسي الله أكبر الموت للسبسي الله ثلاث مرات، لكن ما تحرك حتى ساكن، لا في الأمن لا في وزارة الداخلية لا في النيابة العمومية، عجب قلت شيء بشبابكهم مسكرة يعني ما سمعوش، لكن من بعد خرجنا في الليستة سي شكري بن عيد رحمه الله ونفذوا به، أنا بعده بعد سي نجيب الشابي وبعد يقولوا سي محمد همام، القضيه وصلت بالكافيه الجديه، وزير الداخليه في ذلك الوقت اللي سي علي العريض عمل لي التليفون قال لي تحبوا نعملوا لك حراسه، قلت له ترى شيء ضروري عملوا، وفعلا تمت وتوا مازالت موجوده حتى اكبر الاخبار مع السجن شويه، وتوا اخيرا ناداني حاكم التحقيق مش لازم ندخل في الجزئيات لان الامور سريه، وقال لي عندكش اعداء، والله ما في بالي انا على كل حال ماني عدو حتى حد،